اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل وده توتوريال جديد ليا معاهم. حلقة النهاردة انا هتكلم فيها عن فيجوال بتاع محل بتاع مشويات. بمعنى ايه؟ هو محل كان عايز فيجوال لطيف، ممكن يحطه على عربيات، ممكن يحطه جوه عنده في المحل، فعملت له اوبشن كده. تعالوا نشوف مع بعض. طيب اول حاجة طبعا انا يعني ده الشكل النهائي بتاع الفيجوال. ممكن نعمل فايل جديد، نيو فايل، وطبعا المقاس اللي انا ممكن اشتغل عليه اللي هو المقاس المفضل بتاعي 1920 × 1080، بس المقاس اللي انا اشتغلته هنا 3000 × 1500. اوكي، ممكن نسمي الفايل اي حاجة. اوكي، انا عندي هنا في اللاينز بتاعتي ديت انا محددها. طبعا الحوار ده بيبقى بسيط جدا عشان لو انت مش عايز تخرج بتكست او بلوجوز او اي حاجة، فيفضل ان انت بتعمل اللاين دوت. طيب انا عندي كده من غير شيفت، كده بشيفت كده حددت بالمربع، بخليه مربع. طبعا بشوف المقاس اللي مناسبني، مثلا عايز نص سنتي، عايز سنتي، اي مقاس بقى انا عايزه. ممكن مثلا نص سنتي مثلا، ممكن حاجة زي كده. وبعدين بدراج من هنا، سوري، بدراج من هنا اللاين بتاعي، هي لوحدها بتشبك فيها. اوكي، نفس الكلام من هنا. طبعا انا لو مش عندي ده، مش عندي المسطرة نفسها، بدوس كوماند R، كوماند R، ده بالنسبة للماك. طيب ممكن اخد ديت زي ما هي كده على طول واحطها هنا، هي لوحدها هتالاين مع الجزء بتاعي، واضيف لها برضو المسطرة بتاعتي. اوكي، هو كده عملت لي الاجزاء دي والاجزاء دي والاجزاء دي. اوكي خلاص، دي انا مش محتاجها. طيب ببدأ بعمل نيو لاير، وبختار اللون بتاعي مثلا، ولو درجة احمر مثلا بالشكل ده. ممكن اعمل منها واحدة تانية درجة، افتح شوية. طبعا انا بعمل الدرجة بتاعتي الاول، وبعد كده بظبطها او بظبط اضاءتها او بعمل لها بغير في المود بتاعها. كل الحاجات دي بتختلف بعد كده لما انت بتغير فيها. اوكي، لو حاسس ان هي باينة انها بيضاوي شوية او باين الشيب بتاعها، ممكن اديها سنة جاوزن بلير كده، بتفيد اكتر مع الباك جراوند. اوكي، ممكن ادي درجة غامقة. ممكن اقفل على طول، ماشي، وامسح الجزء اللي في النص ده. طبعا الكلام ده كله عشان اعمل باك جراوند. طبعا في ناس كتير قوي يعني طريقتها مختلفة، بس انا عن نفسي انا بعمل الطريقة ديت عشان بالنسبة لي بتبقى سريعة شوية. اوكي، طبعا في اختلاف برضو، عايز تنورها سنة كمان، ممكن تدي لون افتح بسنة بسيطة. طبعا الحاجات دي برضو هتتحدد مع الحاجة اللي انت هتحطها. طيب احنا ممكن نستخدم ده ونخفف فيه سنة، ونعمل له فيدينج شوية جاوزن بلور، ممكن بالشكل ده مثلا. اوكي، طيب وانس ان انا عندي الباك جراوند، ببدأ اشوف الماتيريال اللي عندي اللي انا محتاجها. ممكن مثلا عندي حاجة زي كده، بحطها طبعا في الأرضية بتاعتي، أكبرها شوية.
طيب قبل ما اكبرها انا هحتاج ان انا افصل ده اللي فوق عن اللي تحت، لان انا هستخدم اللي فوق لوحده وهستخدم اللي تحت لوحده. فخلينا نمارك الاول حاجة زي كده. عندي كذا طريقة ان انا ممكن اخدها كوبي على طول اللي هو كوماند سي، وعندي طريقة تانية ان انا ممكن اقوم ادوس هنا، انا فصلت الجزء اللي تحت، وممكن اعمل دوبليكيت اوكي واعمل امسح خالص ده، يعني ممكن اشيل اللاير ده واعمل له لاير تانية بالجزئية اللي انا محتاجها، يعني ممكن اقوم اشيل ده خالص، ممكن انسحب البراش على طول اوكي. كده انا بقى عندي الجزء اللي فوق وعندي الجزء اللي تحت. تمام. طيب خلينا دلوقتي في اللي تحت، ممكن نكبره بقى شوية، وممكن اديله يعني سنة سكيو كده بحيث ان الترابيزة تبقى الجزء بتاعها باين افقي شوية، ما يبقاش باين ان هو نازل لتحت عشان المنظور بتاعك ما يبصش اوكي. فاحنا هنصغر دي سنة كده، نعمل لها سكيو اوكي كده كويس. طيب اول حاجة هعملها انا بس الاول هعمل دول جروب عشان برضو متلخبطش، سميهم باك جراوند. طيب انا عندي ده هعمل له طبعا اول حاجة، يعني انا معظم الحاجات اللي هتعمل لها يعني او هعملها هيبقى فيها حركة يعني دايناميك بكده بالشكل دوت، فانا هحتاج ان انا اخلي الحركة بتاعتها كلها يبقى فيها موشن بلور، اي حاجة لازم محتاجة حركة هنحط لها سنة موشن اوكي. فانا عايز الجزء اللي ورا ده انا محتاج ان هو يكون متحرك، فهعمل ايه؟ هضطر ان انا احركه، بس انا هنا عندي ماسك، فانا هضطر ان انا ادوس كليك يمين، يعني انا محتاج ان انا ادوس على ده كليك يمين سوري، واعمله السمارت اوبجكت علشان يبقى كله على بعضه حتة واحدة. نفس الكلام بالنسبة لهنا، ممكن احوله سمارت اوبجكت، بس يفضل الاول ان انا اكبره اظبطه على المقاس، يعني ممكن نخليه كده الاول اوكي، ونعمله سمارت اوبجكت. طيب بعد كده احنا قلنا ان احنا عايزين الحركة بتاعتها، فاحنا هنخلي ده هنعمل له موشن بلور، ده كده اهو موشن بلور. كمان لو عايز ازودها سنة، يعني الحتة ديت عشان تبقى باين فيها حركة بديها سنة موشن بلور فهتبان فيها حركة. طيب هعمل ايه علشان افصل الجزء اللي تحت؟ انا محتاج ان انا اخلي الجزء اللي تحت ده ما فيهوش اي حاجة، فانا باجي هنا في اللي تحت وببدأ اشيل كل الكلام ده بالبرش بالشكل ده. كده بقى عندي الجزء اللي ورا واخد موشن بلور خفيف. طيب ده انا مش هحتاج فيه موشن بلور، انا هعمله على طول ممكن سوفت لايت علشان يبقى باين مع الخلفية ان هو داخل فيها شوية. طيب ممكن ازود هنا برضو سنة غوامق بسيطة، يعني ممكن ازود درجات بني مثلا محروق او حاجة ممكن بطريقة عشوائية، وممكن انت تبقى ظابطها اكتر من كده، يعني انا بس بحطها حاليا بطريقة عشوائية، ويديها سنة برضو جاوزن بلور اوكي. كده الحتة اللي فوق دي بقت غامقة عندي سنة بسيطة، نقللها برضو بالشكل ده. طيب بعد ما عملت المرحلة ديت ببدأ أشوف ماتيريالز تانية عندي. أنا عندي حاجة زي كده ممكن أحطها برضو في الباك جراوند بحيث إن احنا نبين إن في نار في الجزء اللي ورا ده شوية، أو حد بيطبخ كده، فإيه يعني عايزين نبين إن في انتراكشن شوية في الموضوع. طبعا انا بقعد اقلب في المودز لحد ما بشوف انسب حاجه لايقه مع الارضيه، لان مش كل الخلفيات بتبقى زي بعض، في حاجات بتبقى محتاجه يعني حاجات خفيفه، وفي حاجات تانية بتبقى محتاجه شغل تقيل، ف
في حاجات تبقى محتاجة overlay، في حاجات تبقى محتاجة multiply. اوكي انا وصلت لحاجة زي كده. طيب انا عندي نقطة هنا صغيرة كده انا هشيلها، وهي already ممكن يبقى جاي عليها حد، فايه لا. طيب خلينا نسيبها دلوقتي ماشي، وكده كده ممكن نداريها بأي حاجة وهي جاية عليها، أو ممكن نيجي نعمل layer. طبعا احنا لو حابين يعني ان احنا نعدل فيها زي ما احنا عملنا new layer كده، ونيجي هنا بالتول دي ونخش على healing brush tool اوكي، ونخلي دي current and blow. طيب انا هاخد من هنا مثلا واداري الجزء ده اوكي كده اتدارت اهي، ما فيهاش اي مشكله، هي فلاير لوحدها تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض عندنا ايه ماتيريالز تانية ممكن نحطها. طيب انا عندي حاجه زي كده ماشي اوريدي جاهز، قصيته كده والجزء اللي تحت برضه ده قصيته. طيب خلينا نحطه هنا. ممكن يبقى بالحجم ده مثلا طيب انا عندي هنا نقطتين، انا عندي الحتة ديت انا هعملها سكيو شوية، هصغرها سنة، احتاج ان انا انزلها سنة كمان بسيطة. طبعا هنزل كله معاها. شكل ده اوكي، وده برضه هينزل سنة بسيطة. خلينا بس نكبر سنة وبرضه النار بتاعتي دي هتنزل. تمام ماشي. انا دلوقتي عندي الترابيزة دي مش واخدة بنفس لون الارضية، فانا هحتاج ان انا اديها نفس اللوك اند فيل بتاع الارضية بتاعتي اللي هو درجة الاحمر. باخدها زي ما هي واحطها على الترابيزة اوكي، واديها بلندنج مود. ممكن اخليها مثلا سوفت لايت المنظر ده، هي كده واخده الدرجه بتاعتها. وممكن نزود برضو عليها حاجات تانية، طبعا احنا عندنا في الجزء اللي ورا دوت عندنا فليمز، فممكن نديها الدرجة الاصفر بتاعتها بالشكل ده ممكن نخليها سكرين، او ممكن نخليها برضو سوفت لايت. طيب انا بس هقللها سنه تحت ده. طيب دلوقتي انا عندي الجزء ده طبعا علشان يبقى باين ان هو راكب، طبعا اولا هحتاج ان انا اديله موشن بلور، ونفس الكلام برضو هياخد درجات الاصفرات عليه. طيب تعالوا نرتب برضو الحاجات بتاعتنا دول كلهم، ممكن نخليهم تبع الباك جراوند بتاعتنا اوكي، ده نخليه لوحده. اوكي طيب اول حاجة طبعا انا هعملها هدي دوت موشن بلور، سنة موشن بلور برضو خفيفة. الاجزاء بتاعتي كلها اتحركت طبعا، فانا هحتاج ان انا اشيل الاجزاء بتاعتي من الحتت بس الواخدة يعني واخدة حركة، يعني انا مثلا لو جيت اتحركت في اطراف مني هي اللي هتبقى باين فيها الحركة ديت، فانا الاطراف ديت هي اللي بخليها واللي جوه مش محتاج ان هو يبقى موجود. يعني ممكن اجي هنا مثلا اوكي بالبراش تول وابدا اشيل كل ده طبعا
طبعا انا عندي الخوذة بتاعته ممكن تبقى بتتحرك، الجزء نفسه بتاع الهدوم بتتحرك، دي بتتحرك، انا ممكن اقللها سنة بسيطة، يعني ده ممكن يقل سنة بسيطة. طبعا هخليها في الحتة اللي ورا ديت، لان هو كده كده ورا الترابيزة. تمام، تعال نشوف كده الحاجات اللي باين فيها الحركة شوية. طيب هي حاجات بسيطة جدا اللي باين فيها الحركة عامة، وهي عامة أكدت عندي الحركة بتاعتي شوية. طيب خلينا بقى نبدأ نخش في الحاجات التانية. طبعا أنا فوق ده الأول، بس قبل ما أنسى أنا هحتاج إن أنا أدي لاير، اللاير ديت اللي هي اللاير الصفرة بتاعتي اللي هتبقى واخدة من النار بتاعتنا، يعني ممكن الجزء ده يبقى واخد شوية، الجزء ده برضو نفس الكلام، هنا شوية وهنا شوية، ممكن برضو هنا شوية نفس الكلام. اوكي، ونديهم blending mode، يا اما screen يا اما soft light. طبعا هي حاجة خفيفة جدا بس هي مهمة، يعني الحاجات دي صدقوني بتفرق جدا يعني. اوكي، طبعا لو حاسس ان هي ضعيفة شوية انت ممكن تتقلها، يعني ممكن تضيف عليها لير تانية، ممكن تعمل كوماند جي وتشوفها برضه هتلاقيها زادت، يعني هنا زادت شوية. اوكي، طيب خلينا نعمل اللاير اللي تحت. طبعا اللاير اللي تحت انا عشان اربط ده بالترابيزة بتاعتي انا محتاج ان انا اديله دروب شادو على الترابيزة، كوانتي طبعا فيل صغيرة خالص، وفي واحدة كبيرة برضو ممكن تبقى بتنعكس على الترابيزة، بس خلونا الأول نعمل يعني blending mode نشوف هتغير في الألوان ايه. طيب ممكن نخليها normal ونقللها سنة بسيطة. اوكي، ممكن اعمل منها واحدة تانية. دي هتبقى أكبر، وطبعا الحتة ديت نازلة شوية لتحت، فأنا هخلي الجزء بتاع الشادو بتاعي باين تحت الحتة دي. تمام، بالشكل ده مثلا. اوكي، هنقللها برضو سنة، انا بس تمسح هنا حتة زيادة كده. تمام، عندي بس هنا برضو حتة هشيلها شوية من الموشن بلير ده. اوكي، طيب هنديله برضو التون الأحمر بتاع الخلفية، أنا عندي الدرجة ديت هديله التون بتاعها بالشكل ده، وهعمله ممكن نخليها soft light. تعال نشوف كده، أو ممكن نخليها color ونقلل فيها، بس I don't recommend، يعني خلينا في soft light أحسن. طيب عندنا بعد كده بقى items تانية هنبدأ نضيفها، عندنا items كتير. طيب تعالوا نشوف دول. دي بالحتة اللي هي الشادو بتاعها، خلينا نصغرهم. طبعا دي مكانها هنا، فاحنا ايه
بس اظبطها شوية. طبعا في صور بتبقى جاية بيبقى معاها الشادو بتاعها، طبعا ما تمسحش الشادو دوت، ما ترموهوش وما تعملش انت شادو لوحدك، لا انت ممكن تاخد الشادو زي ما هو اهو تحطه يعني بالطريقة ديت اهو على طول، هو نفس الشادو بتاع الحاجة استخدمه على طول، مش لازم ان انت تقعد ترسم شادو من اول وجديد، لان طبعا الشادو الاصلي بتاعها هو اكتر شادو هتلاقيه منطقي يعني. انا بس لو عايز اعمله سكيو شوية مفيش اي مشكلة. ممكن يهدى سنة طبعا الحتة ديت أغمق حتة، فأنا ممكن أضيف لها شادو لوحدي بقى يعني، أنا ممكن الحتة ديت أقوم أعمل لها برضو شادو بنفس الدرجة اللي أنا كنت مستخدمها. طبعا مهم عندي إن الاتنين يبقوا قريبين من نفس درجة الشادوينج بتاعتي يعني، أنا عندي هنا أسود قوي وهنا مش أسود، فيفضل ان الاثنين يبقوا شبه بعض. اوكي طيب خلينا طبعا برضو ممكن نهدي هنا سنة. تمام ماشي، دي بقى هنبدأ نديها درجة من الخلفية برضو يعني، ممكن درجة الأحمر دي تيجي على الأكل بالشكل ده، وأديها بلندنج مود، خلينا في سوفت لايت. تمام نقفل بس اللي احنا مش محتاجينه. طبعا انا عشان ما توهش برضو في الحاجات بتاعتي، انا ممكن اجي كليك يمين اخلي ديت مثلا احمر، كليك يمين اخلي ديت مثلا اورنج، كل المجموعة عليا. انا ممكن ارتبها اكتر من كده بس انا عشان برضو مطولش عليكم في الوقت، فخلينا شغالين بالطريقة ديت. اوكي نعمل ديت جروب، تعال نشوف ماتيريالز تانية عندنا، ممكن حاجة زي كده مثلا. خليني اعمل لها فليب، اوكي ممكن اعمل كوماند يو على طول واغير في الالوان بتاعتها واديها درجة الاحمر، وممكن برضو زي ما عملنا في الباقي اخد درجة الاحمر دي واحطها عليها واعمل لها سوفت لايت. اوكي ممكن الحتة دي تغمق فيها شوية. الشكل ده تمام. طيب نشوف ماتيريالز ايه تاني عندنا، ممكن نضيف حاجة زي كده مثلا. تمام نخليها هنا، نخليها شوية بالمقاس دي كده مثلا، وهديها سنة موشن بلور. اوكي ممكن بس نهدي سنة بسيطة كمان. طيب انا عندي الشخص ده عايز يكبر شوية، انا ممكن اكبره اكتر من كده يعني، ممكن اخد كل ده اسحبه شوية لتحت.
الطريقة دي مثلا، وممكن امسح اصلا الحتت اللي تحت دي، بس انا كده هضطر ان انا اظبط حاجات تانية في الموشن بلور. خلينا بس نظبط الأول الحاجات دي. وهمسح أصلا الأجزاء دي خالص، أنا كده كده الجزء ده ممكن محتاجهوش فممكن أشيله. كده مثلا نفس الكلام بالنسبة لهنا، ممكن أعملها بالبراش على طول. بس هنا طبعا أنا عندي شوية في الموشن بلير مش مظبط، يعني أنا غالبا هضطر إن أنا أرمي ده خالص وأعمل واحد جديد، لأن أنا يعني أنا عندي الحتة ديت بدأت تبوظ فيها خالص الموشن بلير. خلينا نظبطها شوية. تمام، عندي برضو هنا في حتة متاكلة شوية برضو ممكن أرسمها. بالشكل ده ناخد الدرجة دي. طيب خلينا برضو نديت ليت حاجة مثلا زي overlay. نديت برضو نفس الكلام. اوكي، والتانية برضو هتبقى نفس الوضع. اوكي، كده تقريبا بقوا الاتنين قدام بعض، وده نفس النظام برضو. ممكن بس اغمق الجزء اللي تحت ده سنة بسيطة. ممكن برضو يجي بالشكل ده. تمام، طيب ببدأ أشوف بعد كده إيه الماتيريالز التانية اللي عندي. يعني دول خلاص كده ممكن أبدأ أشوف ماتيريالز تانية عندي. طبعا عندي كذا حاجة هنا ممكن نبدأ نحطهم. دي حاجة عندنا في مصر اسمها شاورما. ممكن احطها هنا و برضو اديها نفس درجة الاحمر. اوكي، سوفت لايت. طبعا هديها شوية موشن بلور.
وهشيله من الحتت اللي في النص اللي انا عايز اوضحها، مثلا جزء في النص ده عايز اشيله. الشكل ده، فهي باينة عندي إنها بتتحرك. أوكي، ممكن أشوف الثانية برضو دي. نفس الكلام برضو هديها لاير جديدة لونها أحمر برضو من نفس الأرضية، يعني أنا باخد لوني على طول من نفس الأرضية بالشكل ده، وأعملها soft light. أوكي، برضو هديها motion blur، بس هفتح هنا كده ولازم هغير برضو فيها شوية، خمسة حاجات برضو اللي أنا محتاجها بالشكل ده. ممكن أكبرهم سنة كمان. طبعا لو في حاجة مهزوزة عندي قوي يفضل إن أنا أظبطها برضو في الموشن بلير، يعني أنا عندي هنا برضو الحتة دي يعني هتهزت مني سنة، فأنا بظبط برضو كل ده لحد ما يظبط خالص. أوكي، ببدأ أشوف ماتيريالز تانية عندي. ممكن حاجات زي كده مثلا، انا وانا بعمل الفيجوال ده الصراحة انا حاسس ان انا بدأت اجوع، ف يعني انا اصلا جعان فحاببنا اكل دلوقتي او ما اكل دلوقتي. اوكي، برضو هديها نفس درجة الاحمر، يعني ممكن اعمل نيو لاير فوقيها. سوفت لايت، وممكن اضيف لها بس شوية اصفر سنة بسيطة من الفليمز بالشكل ده، ونخليها سكرين. نفس الكلام بالنسبة لهنا، برضو ممكن أضيف سنة أصفر من تحت بالشكل ده، ونخليها سكرين أو سوفت لايت، خليها سكرين. سكرين، وهنقلل فيها سنة بسيطة. تمام، طيب نشوف برضو ماتيريالز تانية. نشوف ماتيريالز تانية برضو عندنا، ممكن حاجة زي كده برضو. الشكل ده مثلا، نفس الكلام برضو ممكن أضيف عليه درجة الأحمر بتاعتي. أوكي، ممكن أضيف برضو درجة أصفر شوية خفيفة. طبعا بيبقى فيه تاتشز كده الواحد ممكن يحطها، الحاجات دي بتفرق في الفيجوال بتاعك، يعني انت بتعمل الفيجوال الحاجات دي بتفرق. طيب انا اوريدي الحاجات دي ما استخدمتهاش، خلينا نحطها برضو. هي حاجات برضو بسيطة قوي، بس لما هتحطها طبعا هتختلف.
الفيلم شوية. نضيف عليها برضو درجة الأحمر. اوكي نشوف برضو حاجة زي كده. تعال نظبط في ألوانها برضو شوية. طبعا الحاجات ديت انا محتاج ان انا اديها برضو موشن بلير علشان يعني تظبط الدنيا شوية، يعني كل حاجة اصلا مرمية وبتتحرك فمحتاجة انها تاخد موشن بلير. يعني ده لو ما عنديش موشن بلير ليه ممكن اعمل له موشن بلير. ويقلل برضو في الحتت اللي انا محتاجها ما تكونش بتتهز. ده نفس الكلام موشن بلير برضو. اوكي عندي ده موشن بلير. كل حاجة بتترمي فأنا محتاج إن هي تبقى سوري كل حاجة بتترمي فأنا حاسس إن هي محتاجة تبقى بتتحرك، فعشان كده بحط سنة بسيطة من الموشن بلير. نفس الكلام بالنسبة لهنا موشن بلير. تمام طيب ايه تاني عندنا برضو ممكن حاجة زي كده. حاجات بسيطة بس أنا بحب أضيفها، يعني بتبقى كماليات برضو. وممكن نديله برضو موشن بلور. اوكي نفس الكلام بالنسبة لهنا موشن بلير. ودرجة الأحمر بتاعتنا درجة أصفر هنا خفيفة. اوكي ودرجة أحمر برضه بتاعت الخلفية. تمام عندنا ايه تاني كله هنا مستخدمينه. هنا الحاجات ديت عايز احط لها بس شوية سموك. ممكن نخلي دي قدام.
خليه نورمال ونقلله شوية. تمام. طيب في حاجة تانية عندنا برضو ممكن نستخدمها؟ يعني أنا كده بالنسبة لي كله تقريبا محطوط. برضو لو هديها موشن بلير شوية. اوكي طيب انا كده تقريبا كل حاجة عندي موجودة. خلينا بس ناخد الحاجات ديت كلها برضو نحطها ويفوت برضو. نفس الكلام بالنسبة لهنا. آخر كام حاجة بس هما التلاتة دول، يعني أنا هستخدم التلاتة دول عشان أدي فكرة القرب والعمق بالنسبة للفيجوال نفسه، يعني عشان تبين إن في يعني في عمق شوية في الفيجوال بتاعك، انت محتاج ان انت تخلي فيه حاجة يعني امامية شوية، ممكن حاجة زي كده مثلا. هي حاجات بسيطة جدا بس بتفرق، يعني كل حاجة صغيرة بتحطها بتضيفها بتفرق. طبعا لما بترتاح للرصة برضو بتبدأ بقى تقفل خالص لو عايز بالشكل ده. تمام. أنا كده بالنسبة لي راضي عن الشكل بتاعي. اوكي وممكن دلوقتي ابدا اقفل شويه بس ادي دول برضو الموشن بلير بتاعهم علشان يكونوا باينين ان هما بيتحركوا. طبعا الموشن بلير بتاعهم ممكن يبقى اقوى شويه. طب ناخده كوبي هنا وكوبي هنا. طبعا لو عايز احطهم في جروب احط لهم درجة غوامق لان هم كده كده قدام، يعني مثلا درجة زي دي. وبرضه نعملها blending مود بالشكل ده. طبعا انا بفضل اغير في توزيعات الرصه بتاعتهم لحد ما بشوف انسب حاجه واكتر حاجه مريحاني، لان برضو في اوقات انت ممكن تعمل حاجه وبعدين تكتشف اصلا ان انت يعني مش عاجبك الرصه بتاعتهم. فانا بفضل ان انا اقعد احرك في الحاجه لحد ما بوصل للرصه المناسبه للشكل بتاعي. طيب انا كده بالنسبه لي ممكن اكون وصلت للمرحله اللي انا ممكن ابدا اقفل عليها. فنبدأ نشوف كده هنعمل ايه. طيب قبل ما اقفل بس هحتاج ان انا اظبط كام حاجه كده سريعه، يعني ممكن حاجه زي كده بس ممكن اغير البرسبكتيف بتاعها شويه. ممكن تبقى بالشكل ده. ممكن حاجة زي كده برضو تكبر سنة بسيطة. كده أسهل. ممكن أخلي
دي تكبر برضو شوية كده بحيث ان هي تبقى في النص. بالشكل ده. طيب تعالوا نقفل. اوكي خلينا الاول نخش على selective color. طبعا انا هنا بقى في الحتة دي انا ببدأ العب في اللون لحد ما بوصل للمرحلة اللي بتريح عيني انا. طبعا فكرة بقى ان انت ماشي مثلا مع باليتة معينة او الوان معينة دي حاجة تخصك انت، انت ممكن تحددها وانت بتشتغل، بس انا شخصيا انا وانا بشتغل انا بجرب، يعني انا احب اجرب اللون اكتر ما انا حافظ مجرد باليتة وبشتغل عليها. اوكي الشكل ده مثلا ممكن نغير شوية في الأصفرات. تمام تعال نشوف كده قبل وبعد. ماشي ممكن ندي solid color يبقى درجة أسود، soft light نقللها شوية. طبعا همسح الجزء اللي في النص ده. تمام عندي هنا لو في حاجة مضايقاني برضو انا ممكن اقعد اظبط فيها. اوكي ده علشان السموك بتاعي هنا. طيب هنشوف ايه عندنا تاني. ممكن ندي gradient او لا، لان انا كده كده الحتة اللي تحت دي عندي فيها gradient اسود فمش محتاجها قوي، هي كده كده غامقة. ممكن اخش على contrast and bright ممكن نورها سنة بسيطة. اوكي شوف ايه تاني عندنا برضو. ممكن نلعب شوية في الكيرفز. تعال نغير شوية في الأحمر. تمام ممكن نعمل color lookup. اوكي ممكن اعمل منها واحدة تانية ويخليها 3D. طبعا كل تاتش بتحطه في الليارات بتاعتك بيفرق. انا طبعا ممكن اعمل برضو واحدة تانية واقعد اغير فيها اشوف الافكتس المناسبة عندي. تمام طيب ممكن ادي هنا لسعة اصفر خفيفة. تعال نغير في البلندنج بتاعها. سوفت لايت ونشوف كده بقت عاملة ازاي يعني. اوكي ماشي ممكن نعمل حاجة gradient برضو. actually احنا ممكن نجرب يعني ممكن نشوف ديت هتطلع لنا ايه لو عملنا لها blending mode. طبعا الحاجات دي بتفرق جدا ان انت ممكن تعمل gradient وتشوف ال gradient ده الالوان بتاعته هتطلع لك ايه. اوكي طيب بعد ما وصلت المرحلة دي بدوس كوماند الت شيفت اي. ماشي وابدأ اخش في المرحلة التانية اللي بظبط فيها الالوان اكتر اللي هي الكاميرا رو فلتر. طبعا اول حاجة بعملها بدوس اوتو علشان اعرف المشاكل او الدفوهات اللي عندي. هو شايف ان هي ضلمة شوية محتاج انها تنور.
طبعا انا مش بمشي مع كل حاجة هو بيطلبها مني، بس انا بفضل او برشح ان اي حد بيتعامل معاه يعني مع الكاميرا رو فلتر، هو محتاج ان هو الاول يدوس اوتو عشان يتأكد من الالوان طالعة مظبوطة معاه ولا لا. اوكي طيب، هدي هنا برضو شوية يعني شاربنينج في الموضوع عشان تبقى باينة اكتر. طبعا انا بقعد اغير في الالوان برضو لحد ما بشوف انسب حاجة واكتر حاجة يعني حاسسها ملائمة معايا. اوكي ممكن نقفلها شوية. بالشكل ده كده بقت منورة معايا سنة، والديتيلز حتى يعني لو ناخد بالنا في الحتت اللي فيها اللبس بتاعه بقت الديتيلز باينة عندنا أكتر. أوكي ممكن نعمل منها واحدة تانية كاميرا رو فلتر. ممكن نزود سنة بسيطة الكونتراست بتاعنا. الكلاريتي شوية برضو لما زاد في فرق. اوكي نغمق السن الأحمر تمام. تعال نشوف برضو قبل وبعد. طيب كده بقت واضحة عندي، وكده أنا شايف إن يعني الشكل بتاعي مرضي. طبعا ممكن برضو عشان أطلع حاجة الكواليتي بتاعها أحسن ممكن أدوس أوكي مثلا وأعمل اللي هو الدرجة الجري ديت ولينير لايت، وابدا ادي دوج اند بيرن. طبعا دوج اند بيرن بيفرق جدا جدا جدا، يعني اي حاجه انت بتعمل فيها دوج اند بيرن بتختلف تماما. بس هي الفكره بقى انت بتعمل دوج اند بيرن لازم تبقى فاهم انت بتعمل يعني الدوج اند بيرن ده فين وفي انهي حتت بالظبط. الناحية دي ممكن نغمق كل ده سنة. اوكي طبعا لو عايز ادي دوج اند بيرن بقى في وشه واظبط وشه اكتر من كده مفيش اي مشكلة، بس انا كده يعني بالنسبة لي تمام. ولو في طبعا لوجوز او اي حاجة طبعا لو في اي لوجوز او في اي حاجة انت عايز تضيفها بعد كده تمام، يعني ديت ممكن اغمق من ديت شوية. ممكن نديها درجة اسود بس كده خفيفة ونعمل لها شفت لايت ونقللها بس شوية. اوكي وممكن ادي برضو درجة هنا يعني في السلكتيف. خلينا نخش في الأحمر. اوكي كده انا ضلمت الاحمر بتاعي شوية سنة بسيطة. طيب ده بالنسبة لي كده الشكل النهائي. خلينا نشيل دول او اكشلي خليهم. طيب ده الشكل النهائي بتاعي، وبكده يا جماعه اكون وصلت لاخر الحلقه. حابب ان انا اشوف ارائكم، حابب ان انا اشوف كومنتاتكم.
زي ما قلنا قبل كده، لو في حاجة جديدة عايزين تقترحوها ممكن نجربها مع بعض، حابين ان احنا نعمل فيجوال من فكرة حد مثلا معينة نطلعها بشكل جديد، مفيش اي مشكلة. بس وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك. شكرا لكم.